جنيت؟ ما ضل عندك شوية عقل؟ معقول مفكر إني أعمل هيك جريمة؟ إيه؟ أنا مجنون، كلكم مفكريني مجنون، بس أنا رح قلكم سر صغير، أنا كمان ما معي مصاري. ومثل ما بتعرفي هالأيام إذا ما معك مصاري الناس ما رح تعبرك، وكمان ما رح تحترمك أبدا. وانت أصلا شوهتي اسمي بين كل الناس، مين بقى رح يتقبل يشتغل معي؟ ولسه في قدامي حياة طويلة وطموحات كتير كمان، ولازمني مصاري لكل هالشي. قوليلي اتفقنا؟ لا جدان، ما انك مضطرة أبدا تعمل أي شي بيقلك يا هالمجنون. يا سلام، كل الوقت وكنت مثل الميت قاعد وساكت، هلأ صار لك لسان تحكي؟ ها؟ فكران تبعد عنه، اتركه فكران. لا فكران، لا لا تأذي ابني، بترجعك فكران، بترجعك تتركه. لا تأذي ابني، لا تأذي فكران، تعمل لك اتركه. وهي تركته. بس إذا ما بتنفذي هاي المهمة خلال نص ساعة، أو إذا فكرتي تخبري الشرطة، أنا بوعدك يا جدان إنه أكشات من بعدها ما رح يعيش أبداً، وما عاد فيك تشوفي بهالدنيا كلها. طيب فكرانت ماشي، أنا ما رح خبر الشرطة أبداً، بوعدك أنا رح أعمل كل شي عم تقوله. بس بس يا جدان، أنت ما بيحقلك إنه تحطي أي شروط أبداً. أنت بتنقذي زوجك بس إذا بتعملي المهمة اللي كلفتك فيها، وقتها رح نشوف إذا رح تقدري إنك تنقذي سمعة عيلة جندال. بالتوفيق. استني، خدي معك شنطة كبيرة كتير، لأنه على قد ما بتجيبي مصاري رح يضل ناقصني. يلا بشوفك، باي. شي حلو كتير، فيكرانت قلب الطاولة عليهم خلال وقت قصير، هو قلب كل الموازين، طلع عن جد شخصية كتير قوية. شو هالخطة الذكية؟ عن جد قوية كتير. هلأ سمعتنا مانا مهمة، بعدين منعالج هالموضوع. أنا مستعدة أعمل أي شي لأنقذ زوجي أيجي من إيدين هالمجرم، لازم أتصرف. أنا بعرف مرتي جدان كتير منيح فيكرانت، من المستحيل إنك تهددها لحتى تنفذ لك مهماتك الدنيئة. فتح عيونك منيح أكشات، الوضع تغير هلأ، لأنه جدان رح تعمل أي شيء أنا بطلبه منها بعد هلأ. بتعمله ما بتعمله، بتعمله ما بتعمله، بتعمله رح تعمله كرمالك، لأنه حياتك هلأ معلقة بإيدي أنا. أنت عم تدعي إنه مرتك جدان بتعمل أي شي، خلينا نشوف، رح نشوف كيف هي رح تسرق البنك مشانك. أنا بعرف إنك ممكن تعمل أي شي لتنقذيني، بس بترجاكي جدان لا تخلي فيكرانت يجبرك إنه تعمل أي شي غلط، لا تعمل هالشي جدان. أنا ما فيني خاطر أبداً وقت يتعلق الموضوع بحياتك أكشات، لهيك لازم أعمل هذا الشيء. ما عندي خيار تاني غير أني أقبل بكل مطالبه لفكرانت. ستي، أنا أخذت قراري أني أسرق بنك لو شو ما صار. لا يا جدان مستحيل. جدان عن جد أنت بدك تسرقي بنك؟ حماتي جدان اسمعيني كتير منيح، فكري بالموضوع، هذا التصرف كتير خطير وانتي ما فيكي تعملي هيك شيء. حماتي برأيي صار لازم انا نتصل بالشرطة فورا. ايه ايه، لك شمي معها حق بنتي، خلينا هلأ نتصل بالشرطة لانه ابني اكشات بخطر. ستي انا بعرف انه اكشات هلأ بخطر كبير، ومشان هيك نحنا ما فينا نخبر الشرطة حاليا. ستي مو طالع بإيدنا شيء، بالوقت الحالي ما فينا نعمل اي خطوة بدون ما نفكر. ستي هذا فيكرانت بيكون شخص خطير كتير يا ستي، أنا ما فيني خاطر بحياة أكشات أبداً، ماني حابة أعمل هالشي ستي بس مضطرة. بس يا حماتي نحنا كيف بدنا نقدر نسرق بنك؟ ليش لحتى ما نقدر؟ أنت بتضلي تقولي إنه ما في شي وما بقدر أعمله، لما بيتعلق الموضوع بإيجي بقدر أعمل كل شي.
شو الهدف من كل هالشي اللي عم تعمله فيكرانت؟ اللي شو رح تستفيدي إذا أسأت لسمعت عيلتي؟ ما رح سئ لسمعتها أبداً، بس أكيد أنا رح دمر سمعة عيلتك يا أكشات جندال. أنت تعبان وبحاجة مصاري مو هيك؟ ومشان هالشي أنت بدك قدان أنا تسرق بنك؟ اللي قديش بدك أنا بعطيك المصاري. يلا خبرني وقول المبلغ يلي أنت بدك يا. خبرني وقول المبلغ يلي بدك يا. عن جد إنك بلا فهم. بعد العذاب يلي خليتني عيشه مفكر إنه مصاريك تقدر بهالبساطة إنها تخفف ألمي؟ شو أنت جنيت؟ مفكر بمصاريك بتشتريني؟ لكن شو يلي بدك يا فيكرانت؟ فهمني شو هو الشي يلي بيخليك ترتاح؟ بدك تقتلني مو هيك؟ شو ناطر؟ قتلني وخلصني من هذا العذاب. على القليل برتاح من الجنان اللي معيشني فيه. صار لي سنين وأنا كاتم هالعذاب يلي جواتي، وكتير بيسعدني شوفك عم تتعذب قدامي هيك. آكي أنا ما رح أقتلك بهاي السهولة وريحك من هالعذاب. أنا عندي فكرة أحسن، فكرة رح تخليك تتعذب كل حياتك، ومو بس هيك رح تكسر لك قلبك كمان. يلا هلأ خلينا نمشي وحدة وحدة. وقت مرتك جدان بدها تروح تسرق البنك، طبعا شرطة اندور أكيد ما رح تقعد بدون ما تعمل شي، هن رح يوقفوها لمرتك جدان ويعتقلوها، وبعد ما يعتقلوها مرتك جدان رح تفوت على الحبس كل حياتها، وهيك تنيناتكن رح تفترقوا عن بعض كل حياتكن، رح تبعدوا عن بعض ورح تشتاقوا لحتى تكونوا مع بعضكن يوم ورا يوم. وساعتها أنا رح برتاح كتير لما شوفكن تنيناتكن كيف عم تتعذبوا. ليش انت هيك ساكت؟ فهمت انت عم بتفكر، شكلك الآن على مصير جدان. وهي يعني جدان يلي ما بتنفع لشي أبداً مصيره تبعد عنك، وهالشي رح يكون انتقامي منك. اسمعوني منيح كلكن وخلوا هالشي ببالكن، ولا حدا منكن، وتأكدوا أنا عن جد عم بحكي، ما حدا منكن بيخبر الشرطة، يعني ما رح نقرب على الشرطة ولا بأي شكل. وأنا بتكفل بالباقي، أنا رح أسرق بنك وأنقذ حياة زوجي أكشات من هالمجرم.